يعلن العدوان السعودي على اليمن في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا غير مكترث للتحذيرات والإدانات الدولية، وأيضا ضاربا بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط. رغم الإدانات الدولية من المنظمات الحقوقية والإنسانية على رأسها منظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية اللتان دائما ما تحذران في تقاريرهما من استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من قبل العدوان السعودي الذي يستخدم قنابل عنقودية على الشعب اليمني. فخلال 24 ساعة الماضية ألقت مقاتلات العدوان السعودي قنابل عنقودية على منطقة النجيبة شرقي المخا وثلاث غارات أخرى بالقرب من مفرق الوازعية، منها اثنتين بطائرة بدون طيار وثلاث غارات على مصنع اسمنت البلح بمديرية مقبنة. كما شنت مقاتلات العدوان ثلاث غارات على منطقة الشرفة في نجران. وفي محافظة حجة شن العدوان أكثر من 15 غارة استهدفت مديريتي حرض وميدي وخمس غارات أخرى على منطقة المزرق. وفي محافظة مأرب شن الطيران المعادي غارة على مديرية صرواح. زادت مخاطر انتشار الأوبئة